مرحبا متتبعي قناة أشكال. الآن نتواجد بمدينة البيضاء، بالضبط منطقة إدريس الحريزي، عاملة البيضاء أنفا في مواكبة احتفالات رأس السنة. هذه عصابة من 4 أشخاص قاموا بالضرب وسلب ممتلكات أحد الأشخاص اللي هو موجود معهم، والآن في الانتظار تقديمهم إلى مصلحة الشرطة لتعميق البحث معهم. خليكم معنا متتبعي قناة أشكين. هذه عصابة خطيرة تهدد حياة وسلامة المواطنين. والآن يتم اقتياد المجرمين برفقة الضحية لتقديمهم إلى رجال الشرطة وتعميق البحث معهم. فات الله حضرت عبدو شو حالك أخويا؟ الضحية كيطلع إلى سيارة الشرطة من أجل تعميق البحث الجونات. ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.